يعقوب 4. منين الحروب والخصومات بينكو؟ مش من هنا، من اللذات بتاعتكو اللي بتحارب في أعضائكو. بتشتهوا ومش بتملكوا، بتقتلوا وبتحسدوا وما بتقدروش تاخدوا، بتخصموا وبتحاربوا وما بتملكوش لأنكم ما بتطلبوش، تطلبوا وما بتاخدوش لأنكم بتطلبوا وحش عشان تصرفوا في اللذات بتاعتكو. يا زناوي يا زواني، ما تعرفوش ان محبة العالم عداوة لله؟ فاللي عايز يبقى محب للعالم يبقى بقى عدو لله. ولا فاكرين ان الكتاب بيقول على الفاضي الروح اللي حل فينا بيشتاق للحسد؟ ولكنه بيدي نعمة اعظم، عشان كده بيقول الله بيقاوم اللي بيتكبروا واما المتواضعين فيديهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا ابليس فيهرب منكم، قربوا لله فيقرب ليكم، نظفوا ايديكم يا خطاة وطهروا قلوبكم يا اصحاب الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وعيطوا، خلوا الضحك بتاعكم يبقى نواح والفرح بتاعكم يبقى غم، اتواضعوا قدام الرب فيرفعكم. ما تزموش في بعض يا اخوة، اللي بيزم في اخوه ويحكم على اخوه بيزم الشريعة ويحكم على الشريعة، ولو كنت بتحكم على الشريعة فما انتش بتشتغل بالشريعة لكن بتحكم عليها. واحد هو اللي حاطط الشريعة اللي يقدر ينقذ ويضيع، فانت مين يلي بتحكم على غيرك؟ يلا دلوقتي يلي بتقولوا نروح النهاردة ولا بكرة للمدينة دي ولا دوكها وهناك نصرف سنة واحدة ونتاجر ونكسب، انتوا اللي متعرفوش موضوع بكرة، لان ايه هي حياتكو؟ هي بخار بيظهر شوية بعدين يختفي. بدل ما تقولوا انشاء الرب وعيشنا نعمل ده ولا دوكها، واما دلوقتي فانتوا بتفتخروا في التكبر بتاعكو، كل افتخار زي ده وحش، فاللي يعرف يعمل كويس وما يعملش فده خطية ليه.